الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فموضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد خاصية فضيلة الحمد للأمة المرحومة. قال الإمام الفقيه القاضي أبو محمد بن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره المحرر الموجز في تفسير الكتاب العزيز، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الآية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى المختص بالملك العز الأحمى الذي ليس له منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما. والصلاة والسلام على سيدي رسول الله سني الخلال ونور الجلال والكمال، وعلى آله وصحابته الكرام الأبطال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى الإمام العلمي الحبر الهمامي سيدي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المغربي الأندلسي رضوان الله عليه، قال صاحب الدباج ابن فرحون توفي رحمه الله سنة 41 و500، هذا العالم الجليل له كتاب في تفسير كلام الله، ويعد من الكتب بل من أمهات الكتب في التفسير. جعلته في هذه القائمة ليكون منطلقاً لهذه الدروس الرمضانية بهذه الكراسي العلمية. ومن المعلوم بمكان أننا ببلادنا المملكة المغربية الشريفة تعودنا على أن نضع الحديث والفقه والأصول جانباً، ولا يتحدث العلماء من ذوي العلم والحجة إلا في علم التفسير، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، بل شهر قرآني بامتياز حيث نزل فيه القرآن، وحيث أن العلماء استمدوا البركة من هذا الكتاب خاصة في شهر رمضان. سيدنا الإمام مالك بن أنس بن عامر الحميري الأصبحي المدني رضوان الله عليه، المتوفى سنة 79 و100، إمام دار الهجرة وصاحب كتاب الموطأ، هذا العلم كان يترك الحديث في رمضان ويشتغل بالتفسير. وما أحوجنا إلى هذا التفسير، فكلنا في رمضان يعكف على قراءة القرآن، وهذا شيء جميل، تبركا وتيمنا واستمدادا واستعانة بالمولى عز وجل، استمدادا من هذا الكتاب. Pour les gens qui parlent en français, je suis ici pour vous indiquer toutes les choses que je peux vous expliquer. Et même les gens qui parlent en anglais, on peut le situer la situation. Alors, n'aie pas peur. On va dominer les choses parce que l'arabe est très long pour discuter et pour expliquer en même temps. قلنا يا سادة يا كرام، جمعني الله بكم في هذا العام، وأسأل الله لا يفرق بيننا في كل عام. كنا بالديار البلجيكية ودرسنا بها ما يسر الله لنا أن أدرس بها خلال 30 يوماً
إلى ليلة القدر وختمنا بها صحيح البخاري، وكان ختم هذا الكتاب الجليل لأول مرة بهذه الديار. وقد شغفت بحب المغاربة لهذا النمط من العلم، لأن الهوية والتاريخ لابد أن يتجدر في قلوبنا. وهذا صحيح، عندما زرت بلاد الاتحاد الأوروبي وجدت المغاربة أقاموا بيوتا لله فوق الأرض، نحتم أسماءكم في الصخر، ستبقى مدى السنين والأعوام وإذا يسر الله القرون، وكل من ساهم بدرهم أو بما تسمونه بعملتكم ساهم بأجر عظيم، حيث الزخرفة المغربية والتحفة المغربية التي تجدرت في تاريخ الأمة والتي عبقت بها الأندلس أول الديار للدروس والعلم، ليس في الحديث والتفسير فقط بل في العلوم الإنسانية. نحن يا أبناء البررة، وهنا الحديث للشباب، وأنا ما جئت إلا للشباب، أما الذين هم في سني وطاعنوا في سني يعرفون ما أقول وهم أعلم مني، لأن أبي رحمة الله عليه علمني قاعدة أساسية في باب العلم، فقال لي: إن العلم يا بني ليس عند العلماء بل عند الناس. صلوا على النبي. ما سمعتش؟ أيوة. هذه غتبقى معكم إلى حين الوداع، كلما أقول صلوا على النبي تصلون على النبي. ليه؟ لأن الذي لا يفهمني ولم يفهم علمي وما أقوله من هذه الأحرف وقد أخبث خبط عشواء فيها يكون قد حصل في المجلس صلاة على رسول الله، فإذا نهض من المجلس وقد تحصل على 50 أو 100 صلاة كفته، لأن الصلاة على رسول الله مفتاح كل المغاليق، كل المغاليق مفتاحها الصلاة على رسول الله، وبها نتعلق بحب رسول الله، وبها نتعلق بحب القرآن كلام الله العزيز الوهاب جل في علاه. صلوا على رسول الله. ستكون بإذن عز وجل إذا أحياني الله وإياكم هذه الأيام المباركات التي سنقضيها معكم في هذه الديار المباركة التي بوركت بكم وإقامة بيوت الله والمحاريب والكراسي العلمية بها، ستجلب الخير والنفع العميم. وبذلك جعلت الأجزاء الأولى على صيغة الدروس الحسنية، وهذا دأبي وهذا تعليمي، لأن هذه السنة الحسنة لا توجد في العالم إلا عندنا في المملكة المغربية، ولذلك لا يجلس على الكراسي ليتحدث في الدروس الحسنية إلا العلماء الأحقاح الكبار، ونحن جيل الستينات والسبعينات والثمانينات استفدنا من هذه الدروس أكثر من نستفيده من الكتب، بل هي كانت سبباً لنا أن نحب هذا العلم ونتشبه بالكرام ولو في لباسهم وفي كلامهم وفي لغتهم وفي أسلوبهم وفي أمددهم واستمدادهم من محبة القرآن ومحبة حديث سيد رسول الله. يا سادة، إحنا في نعمة، نعمة الإسلام، ويا لها من نعمة يجب أن نحمد الله عليها. ليه؟ لأننا الأمة المرحومة. ولذلك عنونت هذه المحاضرة في هذا الوقت الوجيز الذي حدد لي، والوقت كالسيف المقراطيس على العالم إذا تحدث في العلم لا يجب أن نحدد له توقيت. صلوا على النبي. إنما العصر عصر تحديد المواقيت. وسيدي مالك بن أنس رضوان الله عليه كان أذكى العلماء وأدهاهم، حيث لما ألف الموطأ جعل أول باب فيه باب مواقيت الصلاة، التوقيت. إذن نلتزم بالوقت إن شاء الله إذا يسر لنا الله وأعطانا الإذن السيد الإمام الجليل هذا الذي أكرمكم الله به. أنا أحببت قراءته وأحببت أدبه وسمته ونصائحه البارحة لكم. والخير يلتمس من كل ذي خير، والشر يبعد منه من كل ذي شر. صلوا على رسول الله. وجلس أمامي وصرد بالطريقة المغربية، هكذا تعلمنا العلم، كنا نجلس في الكتاتيب وفي المساجد والزوايا ونكتب العلم عن أسيادنا، وكنا نصرد عنهم العلم لنستفيد ونستشف.
درسكم لهذا اليوم المبارك الذي اختاره لكم المولى عز وجل فضيلة الحمد للأمة المرحومة. والحمد هو الثناء على الله، والحمد هو الشكر لنعمة الله. ونحن معاشر السادة سمينا بالأمة الحمادون أو الحمادين، لأننا أمة مرحومة بحبيب وقرة عين ورسول وصفي وأمين وصادق اسمه محمد بن عبد الله سيد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو محمد في الأرض ومحمود في السماء. الله، عندما يطرق باب السماء سماء ليلة الإسراء والمعراج أسري به من المولى عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به من الأرض إلى السماوات، كلما طرق جبريل الباب يقولون له من؟ يقول جبريل. ومن معه؟ يقول محمد. يقولون أو أرسل إليه؟ اسمعوا هذه يا أبناء البررة، لون جبريل جابرييل. Vous le connaissez Gabriel, mais vous ne connaissez pas Jibril. Et dans notre sens de arabe, on dit Jibril ou Jibrin. Sayyiduna Jibril, عندما يطرق باب السماء ليلة المعراج يقال له من؟ Qui c'est? Yujib, c'est Jibril. Et vous êtes avec qui? ومن معك؟ محمد. صلوا على الحبيب. تجيبه الملائكة فتقول أو أرسل إليه. اسمعوها بقى وافهموها كما قال سيد متولي رحمه الله. عندما طرقوا الباب وسألوا من؟ قال جبريل. عندما قيل له من معك؟ كي سي افيك توا؟ إلا دي محمد. يسألونه another question أو أرسل إليه. لم يسألوه من محمد، بل قالوا له أو أرسل إليه. العلماء لم يقفوا عند هذه المسألة، بحثوا فيها بحثا دقيقا. قالوا لما كانت معرفتهم به لم يسألوا عنه، بل قالوا أو أرسل إليه. Est-ce que Allah a envoyé un message pour lui qu'il arrive, fait une visite dans ces sept السماوات؟ صلوا على الحبيب. إذن يعرفونه، فهو محمد في الأرض ومحمود في السماء. Les anges connaissent qui c'est Mohammed parce qu'ils n'ont pas demandé la deuxième question qui c'est Mohammed. Ils ont demandé directement est-ce que Allah lui a envoyé un message, une invitation. Et dans le protocole, lorsque vous avez quelqu'un qui va arriver invité chez vous, vous allez l'envoyer une voiture qui va le comment dirais-je, تلتقي المطار وهكذا وينزل منزلا كريما. لكن هذا الكريم الجواد الحليم سبحانه جل في علاه بعث لحبيبه واستقبلته الدنيا والسماوات والأرض بالترحيب والإكرام والإجلال. إنه الملك العلام جل في علاه سبحانه، إنه كريم. لذلك حبيبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتقوم الليل حتى تتورم قدماك فوق هذا الحصير؟ احنا اليوم في الزرابي ما شاء الله. حبيبي جلس على الحصير وصلى على الحصير، فليكن لكل منا في بيته قطعة حصير ليستفيد أولئك الذين جلسوا في زاقورة والرشيدية يصنعون الحصير. ما بقى يشريها منهم حد إلا الذي سائح يشريها باش يعلقها كديكور. لكن عندما نشتريها نحن جميعا نقول قد ساهمنا، أليس كذلك؟ بل هو كذلك، والله أعلم بما هنالك. يقول لها ألا أكون عبدا شكورا، أي أكون حامدا لنعم الله وفضائل الله وكرم الله وجود الله من عند الله. الحاصل في هذه المسألة كيف نحن أمة المرحومة رحمنا
بهذا النبي الهاشمي المحمدي حبيب الله ورسول الله والمبلغ عن الله. قال الله جل في علاه في هذه الصورة، صورة الأنعام، مطلعها الحمد. وربنا ابتدأ 5 صور في القرآن الكريم بالحمد. صورة الفاتحة وصورة الأنعام وصورة الكهف وصورة سبأ وصورة فاطر. صلوا على النبي. ابتدأ المولى على سيدي مولاي الكريم بالحمد، دل دلالة قطعية أن الحمد له مهمة وخاصة في هذه الصورة. وعندما يحمد نفسه ويثني عليها فهو أهل للحمد جل في علاه. قال شيخنا علامة الزمان ومنبع السر والعرفان سيدي حسن العبدي المسناوي الدكالي رضوان الله عليه، عالم من كبار علماء الحديث، قال لنا ذات يوم ونحن طلبة عنده صغار: يجب أن تحمدون الله حمدا كثيرا وتشكروه بكرة وأصيلا على ما أولاكم من نعمه ومدده جل في علاه. لأنه هناك 4 أبواب أو 4 أبواب للنعم. النعمة الأولى التي يجب أن نشكر الله عليها على الدوام نعمة الإيجاد. نعمة الإيجاد، ما معنى الإيجاد؟ لو كرياتور نوزا كريي. Il y a envie dans ce monde maintenant, avant que ta mère وضعتك في هذا الكون وجئت إلى هذا الكون، كنت عدما لا توجد. إذن يجب أن تشكر الله على نعمة الإيجاد، أن أوجدك وخرجت للدنيا، هذا النعمة الأولى. لكن ربنا كريم وجليل لأنه هو الخالق وهو الصانع. L'ingénieur, il doit déposer le plateforme pour des big buildings et pour les ponts et pour les autoroutes. Il doit faire dessiner. Hein? L'ingénieur, il doit faire ça d'abord. يأتي بعده مهندس آخر اسمه الإنشائي الذي يقف على المشروع. C'est un technicien. De quoi? De construction. C'est lui qui va donner les idées. Non, tu m'enlèves ça, tu m'ajoutes ça. Ça, c'est pas... Ça, c'est... Ainsi de suite. ثم هلم جرا. Pour avoir un building comme ça, il y a plusieurs gens qui ont déposé leur empreinte ici. القباس والزلاج والنجار والحداد والكهربائي. ولكن رب العزة صاحب الإيجاد كن فيكون. إنما أمره زين إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Up to date. Il ne va pas attendre. Il ne va pas demander des consulting. Il ne cherche pas à avoir un bureau d'études. Parce que c'est lui le créateur. الله جل في علاه هو الذي أوجدك. الإيجاد، نعمة الإيجاد. ثم أرفقها المولى عز وجل بنعمة أخرى وهي نعمة الإعداد. أنت جئت للدنيا ضعيف، إذا لم يغسلوك وينظفوك ويلبسوك ويؤكلوك لا تستطيع. Un petit bébé nourrissant, il a besoin de beaucoup de choses. Sa mère, elle s'adapte à lui. Elle va créer de lui un homme capable qui doit faire toutes ces choses sain et sauf lui-même. لكن ربنا اسمى هذه النعمة نعمة الإعداد. كنت تحبو على 4. من الذي أوقفك؟ لو لم يقفك رب العزة لبقيت تمشي على 4. تربع ولدي، كوازي لي بغا كوازي لي جنو. هذا مجلس حديث رسول الله. شكرا لك يا سيدي. إذن نعمة الإعداد. ثم نعمة
الإمداد. أمدك بالصحة؟ أمدك بالعقل؟ أمدك بالبصر؟ أمدك بالنظر؟ أمدك بالسمع؟ أمدك بالقوة؟ أمدك بالعلم؟ هذه كلها إمدادات. ثم كبرت وشببت وتحصلت على شهادة عليا، ألصقتها في الحائط، وتحسب نفسك أنك ذو علم. حتى قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، لأنه تجبر عن الله وادعى أنه هو لم يؤتي الله شيء، بل هو كان سببا في ذلك. وهذه الروح المادية اليوم، كل شيء أنه الإنسان فعل. لا يا أبني، نحن مؤمنون وندين لله بدين الوحدانية والفردانية، فنؤمن أنه يجب أن نوحده وأن نشكره وأن نحمده على نعمه السابقة، ما علمنا منها وما لم نعلم. On doit obéir au synonyme Alhamd. On doit le savoir aujourd'hui et demain. Parce que Alhamd هي النعمة الكبرى. لئن شكرتم زيد لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي. إذن الحمد نعمة عظيمة يجب أن نحمد الله عليها. نعمة الإمداد، أمدك بأموال وبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده زين حسن المآب. أنا ما زلت في السلق، إحنا صلينا العصر. الله أكبر كبيرا والحمد لله. وعليه نعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد. يا سيدي، أمدك بمال وبنين وبدنيا واسعة عريضة وبعلم، ولكن إذا لم يسعدك في ذلك إذا تنقصك نعمة أخرى اسمها نعمة الإسعاد. انظروا إلى العلماء كيف يغوصون في أعماق بحور العلم ليستخرجوا لنا نصوصا نستشف منها الخير والمبرة، لنعيش حياة طيبة، لنعيش زكاوة نفوس، لنعيش مع الإسلام. Écoutez moi mes chers frères et mes chères sœurs وأبناء البررة، la jeunesse d'aujourd'hui، la quatrième génération ou je sais pas peut-être la cinquième génération، لابد أن تتعلموا. كل العلوم مفيدة، تفيد بها نفسك وتفيد بها غيرك. نعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد ونعمة الإسعاد لتعيش سعيدا في هذه الدنيا. Tout le monde aujourd'hui il cherche la belle vie. Il cherche la qualité de vivre. The quality of life. We need it. Yes. نحن في حاجة أو نبزوان أن نعيش حياة طيبة، لكن كيف سنعيش هذه الحياة الطيبة إذا لم نعرف الباب الذي سنخرج منه وندخل منه إلى هذه الحياة الطيبة؟ ومن يؤمن بالله زيد ويعمل صالحا فلنحيينه زيد حياة طيبة. الإيمان والعمل الصالح. الإيمان التوحيد لله جل في علاه. قال سيدي محمد بن إسماعيل زيد بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة البخاري الجعفي رضوان الله عليه، المتوفى سنة 79 و100، سنة 56 و200، صاحب الجامع الصحيح، يقول لنا سيدنا البخاري: قرأت على 1000 شيخ. ولما يقول البخاري شيخ، قرأت على شيخ معناه شيخ، مش لعب، مش اليوم هذا. نسأل الله الثبات قبل الممات. قولوا أمين. صلوا على النبي. ما سمعتش مزيان. أيوة. يقول لنا سيدي محمد بن إسماعيل رضوان الله عليه واقتص الله سره، هذا الرجل الفحل: سألت 1000 شيخ، ما إن سألت عن الإيمان إلا قال: صدق بالجنان ونطق باللسان
وعمل بالأركان. ماذا قال سيدنا البخاري؟ صدق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. لا بد أن تضع رأسك اليوم بعد تراويحك وبعدما تبتل العروق ويذهب الظمأ وتحس أنك قطعت شوطا ملائكيا، أي ملائكي النسج، عشت يوما صائما وقمت ليلا قائما وقرأت القرآن وسبحت وذكرت، وتأتي لتخلد للراحة. وهذا واجب، النوم وشرب الماء من أعظم الأشياء في حياة البشر. وتضع رأسك على المخدة وأعد الشريط ما سمعت مني اليوم، وقل مع نفسك: هل أنا من أين هذه الثلاثة؟ صدق بالجنان. On doit obéir dans notre cœur qu'il y a un seul créateur qui a envoyé beaucoup de messengers, des prophètes. ليهدوا الناس إلى الطريق المستقيم. Et pour leur choisir la route qui va leur تضمن لهم الحياة الطيبة. La qualité de vivre. نأتي قبل الإسلام. أبناء البررة، لا بد فيكم علماء وأساسيدة جامعيين وطلبة جامعيين يدرسون. البارح جلست مع شاب صغير تحدث معي، ولا أريد أن أثقل عليه وأكثر عليه، لكن خرج لي خرجة دهلت لها، فقلت في نفسي: الحمد لله لا زال في أمة محمد الخير، أن الناس لا زالت تقرأ وتبحث. وهذه الأمة أمة مرحومة كما بينا، والخير فيها إلى قيام الساعة. صلوا على النبي. On doit obéir dans notre cœur d'abord. Un seul créateur qui nous a créé, c'est Allah. La aqul Dieu, Allah. Allah, تطلع من قلبك بدون بدون مخارج حروف. لحكمة. كل كلام الله في القرآن يتلى بمخارج حروف. القارئ عندما يقف في المحراب يلتزم بقوانين القراءة. ليه؟ حتى لا يتغير المعنى. لأن إذا تغير المعنى تغير الحكم في الآية. رد بالك، واللغة العربية شاسعة. وبالمناسبة يا أبنائي، وبالمناسبة يا معشر المستثمرين من رجال الأعمال ومن الساسة ومن أرباب الأموال، أنفقوا وتاجروا مع الله، فإن التجارة مع الله لن تبور. أن تعيش في الدنيا مرفها هذا شيء جميل، ولا تنسى نصيبك من الدنيا زيد، وأحسن كما أحسن الله إليك. كما تجمعتم لبناء بيوت الله وهذه الأشياء، يعملوا على أن تعلموا أبناءكم العربية. اللغة العربية مهمة، هي عمود الدين. كيف سيقرأ القرآن من يأتون في 2030 و40 و2050 إذا لم يتعلم اللغة العربية اليوم؟ نحن نقرأ اليوم ونأتي للمساجد ونعلم الناس، ويأتي سادة فقهاء أجلاء لهم مدارس. الرجل الذي بين أيديكم له مدرسة خرج منها طلبة القرآن عديدين، وكل يدلي بدلوه في هذا الدين بما يسر الله له. فنحن لما نكون أرباب مال يجب أن نعمل كذلك. ومولانا أمير المؤمنين سيدي محمد السادس نصره الله وإياه التزم بذلك كما التزم به جده صلى الله عليه وسلم المصطفى. كان يبعث الصحابة لينشروا دين الله. صلوا على النبي. ولذلك يأتيكم فقهاء وعلماء، وكل قدر وقدرها سيدي، كل عام ورزقه. العام جاكم هذا العبيد الحقير، عبيد ربي يسر الله حرفين يقولهم لكم، والعام جيكم واحدة وهي ماشية سيدي. ولكن يجب أن نستفيد في كل يوم، يجب أن لا نضيع. صلوا على رسول الله. إذن صدق بالجنان ونطق باللسان ثم عمل بالأركان. والنور الذي يتجلى على هذه الأشياء كلها التصديق والنطق والعمل هو الحمد لله والشكر لله. وستسمعون شيئا عجيبا لصورة واحدة في القرآن الكريم اسمها سورة الأنعام. اسمها ماذا؟ وهي في الترتيب المصحف الشريف السورة السادسة بعد المائدة وقبل الأعراف. سورة الأنعام
وما أدراك ما سورة الأنعام. عدد آياتها 65 و100، وعدد كلماتها 52 و3000 كلمة، وعدد حروفها 40 و212 حرف. هذه السورة نزلت بعد الحجر وقبل الصفات. سورة الأنعام، وما أدراك ما سورة الأنعام. لا سورة أنعام elle se trouve la sixième سورة dans le Coran, le Saint Coran. Les versets de l'An'am 165. Peut-être les gens qui m'écoutent en arabe, j'ai dit 65 ou 100. J'ai commencé par la droite. Parce que le décret et les scripts, le maktoutat, هكذا تدرس وقد يكون فيكم طلبة باحثين، فلذلك نسقي هؤلاء ونسقي هؤلاء برحيق محبة رسول الله وكلام الله جل في علاه. Les 3052 ce sont les mots. الآيات 165 165 verset. 3052 mots. Et après, les lettres, combien ? 12 420. It's okay. لحد هنا هذا العد، ماذا يسميه علماء التفسير؟ البطاقة. C'est la carte d'identité de cette سورة. سورة الأنعام. لتعلموا عظمة هذه السورة. Tout le monde a sa carte d'identité. Sa date de naissance. Où il habite, hein? Et lorsqu'il est mort, on lui fait un décret comme quoi ce monsieur-là qui porte le numéro de la carte nationale, tel et tel, est mort. C'est comme ça chez nous, lorsqu'on fait l'éducation, ilm tafsir ou ilm al-hadith. Ne dites pas que c'est plus fort que nous. Non, jamais de la vie. Parce que Sayyidi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a décrit ça aux sahabas ignorants. Mais ils ont saisi, comment ça? Comment ils ont saisi ça? Ils ont saisi ça parce qu'ils ont un cœur lumineux, clair, قلوب نظيفة, طاهرة, صدقٌ بالجنان, أي جنان, القلب. إذا صفى القلب وصالح القلب صالح الجسد كله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة ما إن صلحت صلح الجسد كله وما إن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صلوا على رسول الله. إذن نحن مجبرون أن نتعلم وأن نستفيد، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كل مسلمون نساء ورجال ils sont obligés d'apprendre هذا العلم. ليس علم التفسير وعلم الحديث نحن نتلج هذا المسجد، نحن نجلب إليه رحمات وبركات وملائكة ربي تحضر المجلس لأنه مجلس علم، لأن الملائكة لم يتعلموا ولكن يحبون مجالس العلم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم وما اجتمع قوم، الشطر الأخير من النص، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم زيد إلا حفتهم الملائكة وخشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا شيء عظيم. لذلك في بداية مطلع الدرس أول ما جلست على الكرسي أجلس الله أجلسني الله وإياكم على منابر من نور تكون للعلماء والشهداء والموقنين بيقين الله والذين عرفوا الله حق المعرفة. اللهم عرفنا بك حق معرفتك. صلوا على النبي. الملائكة تحف المجلس هكذا، تأتي كيوم الجمعة تجلس على عتبات الباب تسجل الأول إلى الأخير ثم تطوي الصحف وتدخل فتجلس في آخر المجلس. لا بد من أداب المساجد، أن نتأدب. نحن أمة الأدب
وأمة الأخلاق ومنظومة القيم لنعيش حياة فاضلة. Pourquoi on cherche ailleurs de trouver la belle vie et la qualité de vivre? Et on a comme ce jour, هذه الأشياء العظيمة. دخلت مكتبة ليدن بهولندا فوجدت طالبات وطلبة قد عكفوا على مخطوط يدرسونه عبد العظيم المنذري، الترغيب والترهيب لعبد العظيم المنذري. فقلت في نفسي الله، ايه الكلام الحلو ده؟ انا ولد الازهر في المنطق السليم، ليه الحلاوه ده؟ ايش الكلام هذا؟ هذا شيء جميل عظيم ان يجلس هؤلاء يبحثون، عما يبحثون؟ ولما اعطانا الله حرفين من اللغات الحيه، وبالمناسبه مش جيت وقف لي عند لغه واحده وتقول تعلمت. لابد ان تتعلم ما دمت لك عقل، وما دمت صغيرا شابا، وحتى اذا كبرت نتعلم حتى نموت، من المحبرة إلى المقبرة. Ça commence votre vie, d'éducation, dès l'encrier. Vous avez oublié l'encrier. في السبعينات بليكول شاركو à Casablanca, j'ai fait mes primaires d'études. Il y avait seulement des Français, seulement le professeur arabe qui nous fait l'instruction d'arabe. Alors, on avait l'encrier et l'encre, hein? Et la craie. أنا في بوكو تشوز، لكن علماؤنا وشيوخنا عرفوا المحابر، جمعوا محبرة لونكريي دوبي دي كانزين دو سيكل. يقولون تعلموا العلم من المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. حياتك دائما تكون علم، مش تقول لي قال المثل الصيني اطلبوا العلم. إيه نعم تطلب، نعم مش مثل صيني هذا، نحن عندنا من المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، تطلب العلم على الدوام، تتعلم كيف تتوضأ، كيف تغتسل، هذا جاي إن شاء الله. إحنا ابتدأنا بهذه البركة لنستلهم بها بركات الله، ثم ننطلق إلى العبادات على شرح متن ابن عاشير. هذا المتن الجميل وجدتهم في هولندا قد ترجموه إلى الفلامانية ويحفظونه الأولاد ليفهمون، وهذا شيء جميل. شباب دكاترة حافظوا القرآن وتعلموا حديث رسول الله ويدرسون العلوم بالمساجد ويشتغلون في حياتهم العادية أصالة ومعاصرة، بمعنى أن نعيش عصرنا ولكن نستمد من تاريخنا ومن هويتنا ومن أعرافنا. يجب أن لا ندوب، ويجب أن نستمد ونتعلم. نحن مؤمنون مسلمون، كيف؟ بالاسم فقط؟ لا، يجب أن نتعلم ونجتهد في التعليم، ونعلم أبناءنا اللغة العربية وكلام الله. لديكم شيوخ، ولديكم طلبة قرآن، ولديكم علماء، ديروا مدارس وديروا كذا، والأمور ميسرة لكم ولله الحمد. احمدوا الله، لذلك بدأت بالحمد. يجب أن تحمدوا الله على هذه النعمة، هذه نعمة. ومن كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. صلوا على النبي، معلم البشرية سيدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، علم صحابته الخير ونشرهم في الأكوان والأقطار والأمصار، فنشروا هذا الدين. فنظر ذات يوم فقال إن هذا الدين سيبلغ مبلغه إلى آخر ما لا نهاية، ويأتي الإنترنت حبيبي، وجاء الإنترنت، فما بقي أحد فوق الكون لم يعرف من هو الإسلام ومن هو القرآن ومن هو سيد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على النبي. أليس كذلك؟ العالم كان شاسعا لا يعرف، فأصبح قرية، هذه نعمة، وداخلة تحت طائل ماذا؟ نعمة الإمداد، يمدكم إلى ما لا نهاية، حتى إذا طلعت الشمس من مشرقها وغربت في مغربها قامت الساعة، غلق كل شيء. صلوا على النبي. الحمد هو الثناء والشكر لله جل في علاه. لما يوصل الوقت قول لي، ما تحشمش، انا احبك واجل فيك الادب والاخلاق، لكن لما يوصل الوقت قول لي يا شيخنا وصل الوقت. حتى في بيوت الله والكراسي العلميه عندي في المملكه، ها المؤذن يجلس قدامي والامام، وكل مره نقول لهم ذكروني، فهمتني؟ وهذا من فضل الله علينا، يجب ان نلتزم. الناس عندها مصالح، انما نريد ان نؤنسكم، ها ونؤنس وحشتكم، ها ونحدد لكم المفاهيم حتى تحسون وكأنكم جالسين في الرباط أو في مكناس أو في دمنات أو في سوس أو في أيت بعمران أو في تارودانت، ها أو في مكناس الذي سمعت عليها كثيرا،
وقلت لهم مكناس أنا أحبها، لأن السادة المكناسيين هم أصحاب السلام، هم اللي كيخيطوا العلماء، يحبوهم العلماء كلهم، يحبوا مكناس، يحبوا مكناس على الدفاية وعلى السلام. صلوا على النبي، بلد الخير وبدل الكرم والجود، صلوا على حبيبي. لذلك نحن يا سادة يجب أن نفرغ أنفسنا لهذا الذكر، ذكر المولى عز وجل، لنعيش الحياة الفاضلة. الحياة الفاضلة قبل الإسلام حلم بها الفلاسفة في اليونان، حلموا أرسطو وأفلاطون، حلموا أن تكون هناك مدينة فاضلة. لا توجد مدينة فاضلة إلا في الإسلام، صلوا على النبي، لأنها كلها خير. لا تزعج هذا ولا تقلق هذا ولا تسب هذا ولا تأخذ من مال هذا. سألهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. رحنا يلا اليوم الأول، شتكم سخفتوا من النهار الأول، راه مازال 30 يوم غير وجدوا راسكم. أيوة، هذه يسميها العلماء بعد العصر ترويحة، ترويحة الصائم حتى لا ينام، لأن لا نام وحدث ليه ما حدث يوقع في الكارثة. النوم قبل العصر، بعد العصر ما في نوم، تسبيح، قراءة قرآن، جلوس في حضر، في درس علمي، هكذا صلوا على النبي. هذه الترويحة يسميها العلماء ترويحة الصائم، ترويحة الصائم أن يسمع العلم وأن يقرأ القرآن وأن يسبح لله وأن يحمد الله الحمد. مطلع هذه السورة الكريمة ستسمعون سيدي ابن عطية عبد الحق، نقرأ منها شوية وغدا نتمم الدرس إن شاء الله، حتى لا نطيل عليكم ولا نكون ثقلاء، لأن الأجسام كليلة والناس تمل، وشيء لم تألفوه مصيبة. أنا ما أقدر نقعد معكم عام وأنا قاعدك، ما عندي مشكل، فهمت علي؟ جيبوا غا التمر واللبن هنايا ونقعد ندوي للصبح، وخنشة تاع الزبيب هنايا وحنا قاعدين نقراو العلم إلى ما لا نهاية. هكاك تعلمنا يا سيدي، صلوا على النبي. زيد سيدي. قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت بمكة ليلا جملة إلا 6 آيات، وهي: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وقوله تعالى: ما قدروا الله حق قدره، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي، وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، وقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك، وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. نعم، ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس يقول لنا، يقول لنا إن سورة الأنعام نزلت على رسول الله جملة واحدة. ابن عباس c'est le cousin du prophète سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Il nous dit dans ce thème que la sourate An'am, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrivé avec Gabriel et la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une seule phrase. Vous avez bien compris ce que je viens de dire. C'est très dangereux. هذا كلام خطير. هذه السورة بطولها نزلت على رسول الله جملة واحدة. Une seule phrase. Voilà la philosophie d'Islam. لابد أن نتعلم الصبر، لنحفظ، لنتعلم، لنقرأ، لندرس. حتى نمرض يجب أن نصبر، ضاع منا الولد يجب أن نصبر، ضاعت الكلمتين يجب أن نصبر. سبحان الله، يقول الحبيب: المؤمن كله خير، إذا أعطي شكر، وإذا أصابه الله بشيء صبر. فلا بد من الصبر. ابن عباس يقول لنا: أنزل الله هذه السورة جملة واحدة من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الآية. لكن تقول أسماء بنت يزيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك في نصوص أخرى أن هذه السورة نزلت ومعها 70,000 ملك يشيعونها. Dans le protocole, lorsqu'on invite quelqu'un VIP, hein,
vous trouvez une ligne des gens qui vont le saluer, de lui dire soyez le bienvenu. So, welcome, soyez le bienvenu. Marhaban bik, marhaban bik. Nazalta ahlan wa nazalta sahlan. Alaysa kadhalik? الله جل في علاه من فوق سبع سماوات لما أنزل هذه الصورة جملة واحدة بعث معها 70,000 ملك 70,000 أنج شيعوا هذه الصورة إلى رسول الله بحال واحد ولا يشبه الشيء بالشيء ولله المثل الأعلى شيابينكم وجدودكم وأباءكم كانوا لما يمشي يخطبوا المرأة مش بحال اليوم مسكين خدام مسكينة وتهنات المدينة هذه هي اللي كاينة دابا كانوا يقولوا زمان على الناس اللي قد حالهم يا كسي ولكن الرجل كان رجل حتى مسكين تلقى رجل يدي الدفوع ويجيب العائلة وتشيع مع هذاك الدفوع ماشي يفرح هذيك الزوجة اللي غادي يتزوج بها من النهار الأول انظر كيف يعامل الإسلام المرأة والتربية المغربية والتمغربية هكذا كانت لماذا؟ لأنهم جلسوا في القرويين وجلسوا في مدرسة ابن يوسف وجلسوا في جميع المساجد العظمى التي بنيت في المملكة منذ التاريخ القديم من المرابطين إلى ما لا نهاية وسمعوا وتعلموا وأفادوا واستفادوا وبلغوا وربوا أبناءهم على ذلك صلوا على النبي شيعت الملائكة عليهم الصلاة والسلام هذه الصورة العظيمة الجليلة 70,000 ملك يقول جابر بن عبد الله لما شيعوها كان لهم زجل ما معنى زجل دوي ما معنى دوي لا فوا دي زابيل لا فوا دي زابيل صوت النحل دوي النحل لا فوا دي زابيل لوسكو نسمع ذلك تخيل معي 1 تريليون نحله كيف يكون صوتها هل سنسمعه ام لا سنسمعه وإن من شيء زين إلا يسبح بحمده زين ولكن لا تفقهون تسبيحهم هذه الصورة لما نزلت على حبيبي وقرة عيني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل معها 70,000 ملك يسمع لهم دوي في السماء ويسبحون طيب يقول لنا أنس بن مالك بن النضر بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي رضوان الله عليه أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة 93 وستأتي ترجمته في الدروس المقبلة صلوا على النبي يقول كنت ماسكا بخطام الناقة ورسول الله قد جلس فوق الناقة ونزلت عليه هذه الصورة ولما سمع تسبيح الملائكة في جو السماء بدأ يسبح معهم صلى الله عليه وسلم ولما رجع إلى المدينة أمرهم بكتابتها على الفور حتى تنزل منزل التشريع صلوا على النبي لصغى الأنعام الله جل في علاه أفعل بروتوكول Autrement dit, un grand protocole pour cette sourate, sourate Al-An'am. Il a envoyé avec sourate Al-An'am 70,000 anges. Et ils ont une voix entre eux. Yusabbihoun, subhanallah, al-azim, subhanallah. Yusabbihoun al-Allah. Yusma'u lahum zajl, tasbih. La voix, c'est comme la voix des abeilles. Zabeilles, un abeille, liyen nahla. صوت النحل دوي النحل والنحل وما أدراك ما النحل إحنا لقعدنا ندوع على النحل نقعدوا 10 قرون وإحنا ندوع النحل إلى ما لا نهاية وزعما نعيشوا 10 قرون يا سيدي ما كرهناش والله يا سيدي حتى قرن بقى مزيان أليس كذلك يا سيدي نمشيوا بكري لاش نخليوا لهم الساحة خالية صلوا على النبي إذن لما ساق المولى عز وجل هذه الصورة لحبيبه ونبيه والذي ما خلق خلقا أكرم عليه منه بعث معها 70,000 ملك يسمع لهم دوي وزجل أنس بن مالك يقول لنا كنت ماسكا بخطام الناقة أي بلجامها لا كورت أو لا سنتور اسكون مي بور لي شوفو اسكون مي بور لي شامو اي سيت شامال دو سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كي لا ايمي بوكو اي لا ايمي بوكو سيت شامال
هذا مما يدلنا على الرفق بالحيوان عرفه محمد بن عبد الله قبل 14 قرنا. صلوا على النبي حبيبي وقرة عيني صلى الله عليه وسلم، كان يحب الحيوان ويحب النبات ويحب الجماد ويقول هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، وشيوخنا وعلماؤنا وسادتنا ماذا كانوا يقولون. عندما ندرس العلم للناس ونعلم الناس سيشهد لنا يوم القيامة هذا الخشب وهذا الجبس وهذا الحائط وهذا الزليج قبل البشر، سيدي زين العابدين بن عبود، وكان أستاذ كرسي بالحاضرة البيضاوية بالمسجد المحمدي، وكنا أطفالا صغار نكتب عنه علم التفسير، هذا الرجل الفحل سيد العابدين بن عبود رحمة الله عليه. كان المجلس يكون مرات قليل من الناس، الخير بكري والشر بكري، صلوا على النبي إلا من رحم الله. العلم تشد له الرحال، تشد له الرحال عندما يسمعون الناس برجل عالم يأتونه من أقصى الأرض ليسمعوا العلم. وعندنا في باب العلم نقول ذاك العطشي لم تغبر قدماه في العلم، ولذلك كانوا يسافرون ويضربون في الأرض ليتعلموا. دالي أيوغ دو شيرشي لا سيونس أو شيرش توجور. اليوم الحمد لله الشيخ جوجل أب تو ديت، تسأله فيجيبك، لكن رد بالك، يجب أن تقف هنا. نحن أمة يجب أن نعود للنص من أمهات الكتب، نقرأ في هذا ولكن نبحث في الكتب، فالكتاب رفيق الدرب لا يمل منه الإنسان. هكذا أين كنا؟ تمام، قضي الأمر الذي فيه استفتيان. هكذا صلوا على رسول الله، نكمل إن شاء الله إذا يسر الله لنا وكتب لنا عمر غدا. صلوا على رسول الله، ما سمعتش؟ اللهم صل على محمد. زيدوا وحيدة، تفرقوا على الصلاة على النبي مش خيره؟ أيوة هذا هو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا. قولوا معي إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. أبغيت نردكم شوية نجبد لكم في الخيط. ها سمعتوا هذه الصيغة قديمة، هذه مغربية، ما يقدرها لا الشرق لا الغرب، هذه خاصة بموليها. صلوا على النبي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع البرار. اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم اقبلنا بالمقبول فينا، اللهم اقبلنا بالمقبول فينا، اللهم اجعلنا من أحبابك ولا تطرد عن بابك. اللهم استر عيوبنا وفرج همومنا وكروبنا، واصلح حالنا واحوالنا، واهدي اولادنا وزوجاتنا وبناتنا، واجعلنا من خيار الخيار مولانا رب العالمين. اللهم اجنبنا لخدمتك وطاعتك، واجعلنا يا رب من الذين انعمت عليهم في الدارين. اللهم يا كريم يا جواد يا حليم يا الله، اكرمنا بكرامه القران، واصلحنا بصلاح القران، واهدينا بهدايه القران، ووفقنا بتوفيق القران، واصلح منا الظاهر والباطن مولانا رب العالمين. اللهم اجعلنا خير مما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلمون، بحرمه طه وياسين وبحرمه القران العظيم. اللهم اهد المن الذي لا يكفى امتنانه، والطول الذي جن عن نعمه واحسانه، نسالك بك ولا نساله بحد غيرك. اللهم يا رب ارحمنا اذا اتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر الانين والحنين. اللهم ارحمنا اذا حملنا فوق الاعناق والتفت الساق بساق الى ربك يومئذ المساق، بحرمه طه وياسين وبحرمه القران العظيم، وبسر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم.